من وقت للتاني بعض الفنانين أساميهم بترتبط بجرائم سواء كانت قتل أو عنف، والجرائم دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا لأن المشاهدين بتوعهم اللي متوقعين يشوفوهم على المسارح أو في التلفزيونات، بدل من كده بيشوفوهم في المحاكم أو بيشوفوهم في السجون. ودلوقتي احنا هنتكلم على قائمة فيها 10 فنانين متهمين بجرائم قتل أو عنف أو اغتصاب. تابعونا بعد الفاصل. الرأي العام اللبناني والعربي انشغل كتير جدا بقضية المخرج سيمون أسمر. سيمون تم اتهامه في جريمة ان هو قتل مواطن سوري، وتم بالفعل حبس سيمون لمدة 10 شهور في السجن، لكن سيمون خرج بحجة عدم كفاية الأدلة، والمحاميين بتوعه قالوا إن سيمون أنكر وجود أي جريمة أو هو إن هو ارتكب أي جريمة أثناء التحقيقات معاه، وده كان السبب في خروج سيمون من السجن. الفنانة الشابة نهلة زكي رفعت قضية على المنتج محمد السبكي بتتهمه فيها بأنه حاول يتحرش بيها وأنه هددها بأنه يرمي على وشها مية نار، وده كان أثناء فسخ العقد اللي كان بينهم. في التحقيقات محمد السبكي أنكر الموضوع ده وقال إن نهلة سرقت منه مبلغ 250,000 دولار، وعشان كده النيابة طلعته بكفالة 10,000 جنيه. الفنان سعود أبو سلطان تم توجيه تهمة ليه بأنه اعتدى جنسيا على بنت فرنسية، والكلام ده حصل في بيته. محكمة الجنايات ورغم علمها بأن الفتاة كانت راضية عن الموضوع وأن كل ده تم برضاها، إلا أنها حكمت على سعود ب6 شهور سجن. وفي الاستئناف محكمة الاستئناف زودت الحكم ل3 سنين، ورغم أن المحامي بتاع سعود قال أن البنت هددت سعود وابتزته ان هو يدفع لها فلوس عشان تتنازل عن القضية في حكم في محكمة الاستئناف، الا ان البنت قالت ان هي تم اغتصابها لما كانت في حالة اغماء وتحت تأثير الكحول، وانها فاقت في المستشفى على اللي حصل ده. الفنانة آثار الحكيم اتهمت رامز جلال اثناء تصوير برنامج رامز قرش البحر ان هو حاول يعتدي عليها جنسيا وعصبيا ونفسيا. آثار طلبت من المحكمة ان هما يوقفوا عرض الحلقة دي في التلفزيون، وبالفعل المحكمة حكمت بإيقاف الحلقة وعدم عرضها في التلفزيونات. رامز على صفحته على الفيسبوك اتريق على الموضوع ده وقال يا جماعة بالعقل كده، واحد كان معاه هيفاء وهبي وما تحرش بيها، هيتحرش بآثار الحكيم؟ مروة وهنادي بنتين بيشتغلوا في الخدمة المنزلية، كانوا بيشتغلوا عند الفنانة وفاء مكي. وفاء مكي كانت بتعاملهم بقسوة، كانت بتضربهم جامد جدا، وكانت بتعذبهم بأن هي بتكوي جسمهم بسكينة حامية محطوطة على النار، وعملت في جسمهم عاهات مستديمة. وبسبب ده تم الحكم على وفاء مكي ب10 سنين سجن. كان في بنت بتشتغل خدامة عند الفنانة بوسي سمير. البنت دي اشتغلت لمدة يوم واحد بس، تاني يوم الناس لقوا جثة البنت دي مرمية تحت بلكونة بوسي سمير. والد البنت مسكتش، اتقدم بقضية ضد الفنانة وقال إن هي رمت بنته من بلكونتها. المحكمة حكمت على بوسي سمير بسنة مع الشغل، لكن في الطعن على الحكم الفنانة قالت إن البنت كانت بتجري منها وإن هي رمت نفسها من البلكونة عشان خايفة من إن الفنانة تضربها، وده كان السبب إن هي طلعت براءة ومتنفذش عليها أي حكم. الخدامة اللي بتشتغل عند الفنان أحمد عبد العزيز قدمت بلاغ ضده بإن الفنان قام بضربها على وشها وعلى كتفها وعلى بطنها. الخدامة كانت حامل وقالت إن هي كانت خايفة من الإجهاض بسبب اللي حصل ده، وقالت إن سبب تعدي الفنان أحمد عبد العزيز عليها بسبب إن هو شافها وهي بتزعل ابنه الصغير.
طبعا هي كانت بتزعق له بحجة ان الولد كان شقي وهي كانت عايزاه يسكت، وتم احالة المحضر للنيابة للتحقيق. المذيع إيهاب صلاح سالم كان تحت تأثير المخدر، وبسبب المخدر اللي هو كان واخده قتل مراته باستخدام المسدس بتاعه، وتم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. مطربة في بداية مشوارها اسمها سميرة مليان لقوها مرمية تحت بلكونتها. تم توجيه الاتهام للموسيقار الراحل بليغ حمدي بأنه هو قتل البنت دي ورماها من البلكونة، وبسبب ده بليغ حمدي هرب على باريس وفضل قاعد هناك فترة طويلة لغاية ما تم تبرئته من التهمة سنة 1989. الفنانة ماجدة الخطيب قتلت شاب بعربيتها عن طريق الخطأ، المحكمة حكمت عليها بسنتين مع الشغل وغرامة 50,000 جنيه، وزيادة على الحكم كان إنها تدفع 5,000 جنيه لوقف التنفيذ. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معايا في القناة، وياريت كمان تعملوا مشاركة للفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وغيرها، وما تنسوش تضغطوا لايك تحت الفيديو.